بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، بناخد آخر درس في حساب المثلثات اسمه المساحات. درس لطيف جدا وظريف وسهل وبسيط. احنا عايزين نخليك تبقى مستعد للامتحان بكل أنواعه. فالدرس بيتكلم على المساحات، وأول مساحة بناخدها هي مساحة المثلث. طبعا أنت عارف إن مساحة المثلث بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع. دي قاعدة مشهورة جدا. فلو مثلا القاعدة 8 والارتفاع 6، يبقى مساحة المثلث بتساوي كام؟ ها، يبقى مساحة المثلث عبارة عن نص في 8 في 6، دول ب 48، في نص ب 24 سنتيمتر تربيع. عندنا مساحة تانية للمثلث، إنها بتساوي نص حاصل ضرب الضلعين في جيب الزاوية المحصورة، أو نص حاصل ضرب الضلعين دول في جيب الزاوية المحصورة دي، أو نص حاصل ضرب الضلعين دول في جيب الزاوية المحصورة. مساحة المثلث بتساوي نص حاصل ضرب الضلعين في جاء الزاوية المحصورة بينهم. يعني نص في أ ب في ب ج في جاء ب، أو نص في أ ب في أ ج في جاء أ، أو نص ب ج في أ ج في جاء ب. يبقى أنا عندي مساحتين للمثلث. مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع، ومساحة المثلث نص حاصل ضرب الضلعين في جيب الزاوية المحصورة بينهم، ودول استغليناهم في مساحة القطاع ومساحة القطعة لما كنا بناخد القطعة والقطعة. أوجد مساحة المثلث الذي فيه أ ب بتساوي 8 و أ ج بتساوي 10 وقياس الزاوية بينهم 65. نرسمها عشان ناخد بالنا منها. أدي أ، أدي ب، أدي ج. أ ب بتساوي 8، أ ج بتساوي 10، زاوية أ بتساوي 65، يعني مديني ضلعين وزاوية محصورة. فبقول له يبقى مساحة المثلث بتساوي نص في 8 في 10 في جا 65. يلا نحسبها بالآلة. وطبعا كاتب الراجل هنا تقريبا، يعني الجواب هيبقى تقريبي. نص في 8 في 10 في ساين 35، 65 يبقى هتساوي تقريبا 36. هو 36 و2 من 10، فتقريبا هتساوي 36. بنتدرب على مساحة المثلث الجديدة اللي احنا واخدينها، نص حاصل ضرب الضلعين في جيب الزاوية المحصورة بينهم. تعال نشوف مسألة كمان. بيقول مساحة المثلث أ ب ج الذي طول ضلعه ب ج بتساوي 12 وأ ج بتساوي 14. بص كده نرسمها مع بعض عشان نشوفها. أهو ده أ، ده ب، ده ج. ب ج ب 12، أ ج ب 14، زاوية ج ب 67 ونص. برضه مديني ضلعين وزاوية محصورة. إذا مساحة المثلث بتساوي نص في 12 في 14 في جا 67 ونص. وخلي بالك هو بيقول لك لأقرب عدد صحيح. فتعال نضرب مع بعض. نص في 12 في 14 في سين 67 ونص بتساوي 77.6. 77.6 يعني 78، اللي هي الإجابة ج. يبقى الإجابة ج اللي هي 78. إذا كانت مساحة المثلث بتساوي 48، كان طول ب ج ب 12 وطول أ ج ب 15، فقياس زاوية ج بتساوي كام؟ الأول نقول له أدي المثلث أهو، ادي أ، ادي ب، ادي ج. ب ج ب 12، أ ج ب 15، الزاوية اللي هو عايزها هنا، ومديني المساحة. يعني هقول له 48 بتساوي نص في 12 في 15 في جا ج. يبقى جا ج بتساوي 48 على نص في 12 في 15. وبعد ما نجيبها نجيب الزاوية. تعال نشوف كده. 48 على نص في 12 في 15، يبقى هتساوي 8 على 15. وبعدين اقول له شيف دي الصين 8 على 15 تساوي، فتطلع الزاوية تقريبا 32.2. قياس زاوية ج تساوي 32.2. هو هنا بقى مدهاني على طول، فانا هقول له الاجابة أ. يعني كل مرة بيطلب المساحة، المرة دي قال لي المساحة 48، أنا عايز الزاوية. فقلنا له شكرا هنجيبها لك. في مساحة تانية للمثلث اسمها قاعدة هيرون لمساحة المثلث. هيرون بيعتبر إن المحيط بيساوي 2 ح،
وانه الحا بتساوي المحيط على 2. ساعتها بنقول له يبقى المساحه بتساوي الجذر التربيعي لح اللي هي المحيط على 2 في ح ناقص ا ب في ح ناقص ب ج في ح ناقص ا ج. حلاوه المساله دي ان ما فيهاش نص، وان ما فيهاش قاعده ارتفاع ولا فيها زاويه، هي بتتكلم على المحيط والاضلاع. يعني لو ادالك مثلث زي 12 و16 و14 تقول له يبقى 2 ح يعني المحيط بيساوي 12 زائد 14 زائد 16 ب 42. المحيط سميه انت 2 ح، المحيط اسمه ايه؟ اسمه 2 ح. طب الح بكام؟ نقسم على الاثنين يبقى الح ب 21، يبقى مساحه المثلث. بص بقى، خد بالك من القانون، 21 اهي، وبعدين 21 ناقص ا ب اللي هي 12، وبعدين 21 ناقص ب ج اللي هي 16، ناقص 21 ناقص 14، واضربهم بالاله هتطلع 21 جذر 15 هي اللي هي تقريبا 1.80. قاعدة تيرون قاعدة بسيطة جدا، وعلى فكرة مقررة عليه ومقررة على بتوع سنة تانية، الاتنين ليهم نفس القاعدة اللي هي قاعدة تيرون لمساحة المثلث. بعد كده بناخد حاجة اسمها مساحات الشكل الرباعي. الشكل الرباعي عندي فيه مستطيل، فيه مربع، فيه معين، فيه متوازي أضلاع، فيه شبه منحرف، فيه شكل رباعي عادي. مساحة المستطيل انت عارفها، طول الطول في العرض، يعني لو الطول 8 والعرض 5 مساحة المستطيل 8 في 5 ب 40. مساحة المربع لها مساحتين، طول الضلع في نفسه ونص مربع قطره. المربع طول قطره 10، يبقى مساحته عبارة عن نص في مربع قطره. مربع على 10 50، بدي 100 في نص تطلع ب 50 سنتيمتر تربيع. مساحة المعين لها مساحتين أو قاعدتين، مساحة المعين طول القاعدة في الارتفاع، أو مساحة المعين نص حاصل ضرب القطرين. مساحة المعين نص حاصل ضرب القطرين. يبقى أنا عندي مساحة المستطيل الطول في العرض، مساحة المربع طول الضلع في نفسه، مساحة المعين نص حاصل ضرب الإيه؟ القطرين. مساحة متوازي الأضلاع، مساحة متوازي الأضلاع القاعدة في الارتفاع، مساحة متوازي الأضلاع القاعدة في الارتفاع. عندي القاعدة 15 والارتفاع 6، يبقى 15 في 6 90. مساحة شبه المنحرف، مجموع القاعدتين على 2 في الارتفاع، يبقى لو ده 6 وده 12 يبقى 6 زائد 12 على 2 في الارتفاع، 6 زائد 12 18 على الاثنين فيها 9، في 8 ب 72. يبقى مساحة متوازي الأضلاع القاعدة في الارتفاع، مساحة شبه المنحرف مجموع القاعدتين المتوازيتين على 2 في الارتفاع. واحد يقول لي فين هما المتوازيتين؟ أقول له دول القاعدتين المتوازيتين. أما الشكل الرباعي الغير محدد اسم أو شكل وملوش صفات معينة، بيبقى شكل رباعي عادي كده، ده عبارة عن نص حاصل ضرب القطرين في جيب الزاوية المحصورة بينهم. مساحة الشكل الرباعي عبارة عن نص حاصل ضرب القطرين في جيب الزاوية المحصورة بينهم. يعني أنا لو عندي القطر ده 8 والقطر ده 10، فيبقى مساحة الشكل الرباعي نص في 8 في 10 في جا 70. طب ينفع أخد الزاوية دي؟ نقول له آه، ما هي جا الزاوية وبتساوي جا المكملة، خلي بالك بالنسبة للجا. ممكن أخد الزاوية دي؟ ما الاتنين دول بيساووا بعض بالتقابل براس. طب ممكن أخد الزاوية دي؟ ممكن عادي. علشان كده ما قالش انهي زاويه، هي الزاويه المحصوره بين القطرين وخلاص. يبقى انا عندي 6 اشكال رباعيه، مساحه المستطيل قاعده طول في العرض، مساحه المربع طول الضلع في نفسه او نص مربع قطر، مساحه المعين القاعده في الارتفاع او حاصل ضرب القطرين، مساحه متوازي الاضلاع القاعده في الارتفاع، مساحه شبه المنحرف مجموع القاعدتين على 2 في الارتفاع، مساحه الشكل الرباعي الغير محدد مواصفاته، شكل رباعي بس ما اقدرش اقول عليه مستطيل ولا اقدر اقول عليه حاجه، فهقول له بيساوي نص حاصل ضرب القطرين في جيب الزاويه المحصوره بينهم. في عندي كمان حاجه اسمها المضلع المنتظم. المضلع المنتظم تعريفه هو مضلع اكتر من ضلعين، يعني يبدا بثلاثه، المضلع يبدا بثلاثه، يعني يبدا بمثلث. لازم تكون جميع أضلاعه متساوية وجميع زواياه متساوية. زي إيه يا أستاذ؟ زي المثلث المتساوي الأضلاع، زي المربع، زي الخماسي المنتظم، زي السداسي المنتظم. كل دول طالما بقول عليه منتظم يبقى مضلع منتظم، جميع أضلاعه متساوية وجميع زواياه متساوية.
المضلع المنتظم مهما كان عدد اضلاعه فليه مساحه، سواء كان مضلع سداسي او رباعي او خماسي او سداسي او عشاري، مساحته نون على اربعه، حيث نون دي عدد الاضلاع. كان سباعي يحط سبعه، كان تساعي يحط تسعه، كان عشاري يحط 10، نون عدد الاضلاع. في سين تربيع طول ضلع فيهم ضلع سداسي، هيقوم كاتب طول الضلع فيه. في زطا باي على نون، حيث نون دي عدد الاضلاع برضه. يبقى المساحة بتاعت المضلع المنتظم نون عدد الأضلاع سين طول الضلع. مش لاقي زطع في الآلة، اعملها واحد على ظا باي على نون. مش لاقي زطع في الآلة، اعملها واحد على ظا باي على نون. يبقى بالمنظر ده نقدر نجيب مساحات جميع المضلعات المنتظمة، بشرط انك لما تيجي عند نون تكتب عدد اضلاعها، تيجي عند سين تكتب طول الضلع بتاعها. تعال نشوف مسألة بالمنظر ده. شكل سداسي منتظم طول ضلعه 10 سنتي، فان مساحته بتساوي كام؟ نقول له السداسي يعني نون بستة والسين بعشرة، يبقى مساحته نون على 4 في س تربيع في 1 على ظ باي على نون. نون يعني 6 على 4 في س يعني 10 تربيع في 1 على ظ باي اللي هي 180 على 6. 180 على 6 يعني ظ 30، يبقى 3 على 2 في 100 في 1 على 1 على جذر 3. ظا 30 بواحد على مقام، المقام يتقلب بسط. تعالى بقى نضرب الكلام ده في بعضه كده، يبقى 3 على 2 في 100 بيساوي 150 جذر 3، بتساوي 150 جذر 3. يبقى انت خلي بالك معايا هنا علشان خاطر انك انت ايه تعرف انك بتحل المسألة ازاي. بتحل المسألة بانك مثلا عندك مسألة زي دي كده، شكل ثماني منتظم طول ضلعه 15 سنتي، فان مساحته بتساوي كام؟ فنيجي نقول له تعال نشوف، ثماني يعني نون بتساوي 8، طول ضلعه يعني س بتساوي 15. طب القانون انا نسيته يا استاذ. نقول لك تعال نفكرك، المساحة بتساوي نون على 4 في س تربيع في زطا باي على نون. نون على 4 يعني 8 على 4 في س ب 15 تربيع في 1 على ظ، ها 180 على 8. يلا نعمل الكلام ده على الآلة كله على بعضه أهو. 8 على 4 فيها 2 في 15 تربيع في كسر 1 على تان، اكتب كده 180 على 8، اقفل ندوس يساوي، تطلع المساحة بتساوي 1086.3 سنتيمتر تربيع. تعال نشوف مسألة كمان، شكل ثماني، شكل مضلع منتظم عدد أضلاعه 12 ضلع وطول أحد أضلاعه 10 سنتي، احسب مساحته. فهنيجي نقول له عدد الأضلاع 12 يعني نون بتساوي 12، طول الضلع س بتساوي 10، وتعالى نكتب القانون، مساحة المضلع المنتظم نون على 4 في س تربيع في زطا باي على نون. يبقى نون على 4 ب 12 على 4 في س تربيع ب 10 تربيع في 1 على ظ 180 على 12. ويلا نعمل الكلام ده على الآلة،
12 على 4 فيها 3 في 100 في كسر 1 على تان، اكتب الكسر 180 على 12. فتطلع ب 1119 وستة من عشرة سنتيمتر تربيع. ناخد مسألة كمان، شكل خماسي، شكل خماسي منتظم طول ضلعه قاعدته بيساوي 12، فأن مساحته بتساوي كام؟ برضو الحل هنحل بنقول له نون تساوي 5، سين تساوي 12، يبقى المساحة بتساوي س نون على 4 في س تربيع في زطا باي على نون، يبقى 5 على 4 في 12 تربيع في 1 على ظا 180 على 5. يلا نشوف الكلام ده هنا، نبقى 5 على 4 في 12 تربيع في 1 على تان كسر 180 على 5، اقفل القوس يساوي، فهتطلع بتساوي 247 وسبعة سنتيمتر تربيع. مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه 8 سنتي، فأن مساحته بتساوي كام؟ ممكن أكون حافظ مساحة مثلث المتساوي الأضلاع، وممكن كمان أقول له نص حاصل ضرب الضلعين في جيب الزاوية المحصورة بينهم، لكن لو عايز أطبق قانون المضلع المنتظم اللي هو نون على 4 في س تربيع في زطا باي على نون على المثلث، فتعالى نعملها، نقول له المثلث النون ب 3 على 4 والسين ب 8 الكل تربيع في 1 على ظا 180 على 3، فتعالى نحسبها كده بقى، هنقول له 3 على 4، 3 على 4 في 8 تربيع في 1 على تان، افتح القوس، كسر 180 على 3 يساوي 16 جذر 3، هتساوي 16 جذر 3. لو انت عايز تتأكد من الكلام ده تقول له نص في 8 في 8 في جذر 3 على 2، ل 2 مع ال2 4 يطيروا هنا يبقى 2، يبقى الناتج يطلع 16 جذر 3. دي قاعدة تانية اللي هي نص حاصل ضرب الضلعين في جيب الزاوية المحصورة بينهم. معين طول قطريه 12 و16، معين طول قطريه 12 و16، فأن مساحته، فبقول له مساحة المعين بيساوي نص حاصل ضرب القطرين. طب ليه ما بنقولش في جهة الزاوية المحصورة بينهم؟ الزاوية المحصورة بينهم قائمة الجهة بتاعتها بواحد، فبنقول له يبقى نص في 12 في 16 على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها التمانية، 8 في 2 ب 16 و96 سنتيمتر تربيع. طبعا دي مسألة سهلة جدا وبسيطة يعني. معانا مثال أخير بقى اللي هو شكل رباعي فيه أ ب ج د، شكل رباعي فيه أ ج بتساوي 12 و ب ج بتساوي 15 وقياس زاوية أ ه ب اللي هي ه دي نقطة تقاطع القطرين بتساوي 68. طبعا احنا اتفقنا
ان الشكل الرباعي الغير محدد الصفات مساحته عبارة عن نص حاصل ضرب القطرين في جيب الزاوية المحصورة. فاجي اقول له المساحة بتساوي نص في القطر الاولاني 12 في القطر الثاني 15 في جا الزاوية 68. يلا نحسب الكلام ده بقى بالآلة، هتبقى نص في 12 في 15 في ساين 68 ودوس يساوي، فتطلع تقريبا 83.4 سنتيمتر تربيع. احنا كده بالمنظر ده قدرنا نعمل ايه؟ خدنا امثلة على المعين، خدنا امثلة على المثلث المتساوي الاضلاع، خدنا امثلة على المضلعات المنتظمة الخماسي والسداسي والسباعي والثماني، خدنا امثلة على المربع، خدنا امثلة على المساحة المتوازي الاضلاع، خدنا امثلة على المعين. درس لطيف جدا ودرس ظريف جدا، بس عايزك تحفظ قوانين المساحات. أشكركم وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.